لو عندك كعب عالي بتاع شبشب بتاع صندر بتاع جزمة أي حاجة كعبها عظم كعب عالي محتاجة تقصريه إن هو يكون ما يتعبش الضهر. دي الطريقة الصح اللي إيه الصح اللي إحنا إيه هنحطيه بيه. هنشيل الحتة البلاستيك دي الأول وبعدين إيه هنسويها على الموتور. تمام. زي ما انتوا شايفين دي بتبقى ايه داخله فينا في دي. دي هنحتاجها تاني بس هنحتاج ناخد منها الايه البزابيز اللي طالعه دي بس. زي ما انتوا شايفين ايه هعمل فرده معاكم وخلصتها عشان اوريكم الفرق ايه في الاخر ما بين الفردتين إيه. يلا بينا اوريكم هنعملها ايه على الموتور ازاي هتتبرع على الموتور. يلا بينا. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا ايه هسنها هقصر شويه من الكعب على الموتور هنا على الحجر. زي ما انتم شايفين هنسمي اللو ونبدا. بسم الله. وعليكم السلام. زي ما انتم شايفين كده ايه تمام معانا. شايفين كده ده الشوال اللي احنا قصيناه. مش هنقص اكتر من كده علشان ايه الجزمه ما تقلبش لورا وصاحبتها ماشيه بيه. تمام كده. زي ما انتوا شايفين احنا كنا بنقول هنحتاج ديت. انا بعد ما قصيتها الاخرام اللي كانت هنا اللي هي ديت ما كانتش نازله غويطه تحت فكده ايه هنستغنى عن دي مش هنحتاج دي. تمام كده. دي البراطه الجديده اللي هنستخدمها وهنثبتها بمسمار 2 سم. هنثبتها بثلاث اربع مسامير وكده المهمه تبقى ايه اتعملت. تنساش اللايك الجميل واشتراكك وتفعيل الجرس عشان تتابعنا في كل جديد. يلا
وبكده نبقى صغرنا الكعب زي ما انتم شايفين، انضرب فيه المسامير، مسك بقى جامد، بقى كله تمام اهو. تعالوا نشوفوا الفرق ما بين اللي احنا عملناها والقديمه عشان نشوفوا الفرق قد ايه. برضه فرق شويه حلوين يفرقوا معاكي في الظهر وانت ماشيه ما يتعبكيش. كده الحزام، الحذاء بتاعك او الجزمه او الساندر او الهيلز ايا كان اللي عندك ايه، ما يبقاش كده ايه عالي ومتعب للظهر. وما ينفعش نقصر اكتر من كده، لان احنا لو نزلنا اكتر من كده هتلاقي البوز ده رفع معاكي من قدام كده، وانت ماشيه البوز يرفع من قدام. في نهايه الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا اشتراك في القناه وتفعل الجرس، وشكرا لكم.